إليكم الحقيقة الكاملة وراء إصابة الفنان محمد عبده بفيروس كورونا. تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر لايك واشتراك. حيث تداول العديد من محبي فنان العرب محمد عبده خبر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتم ترويج الخبر عبر بعض الحسابات في تويتر، وذلك بعد تداول فيديو له وهو يرتدي الكمامة داخل أحد الفنادق بجدة، ولكن تبين أنها شائعة. فسر مروج الخبر أن الفنان العربي يتواجد داخل أحد الفنادق لتطبيق الحجر الصحي عليه، إلا أن نجله عبد الرحمن سرعان ما ظهر وغرد قائلا أبوي بخير وجالس معنا. وأشارت مصادر إلى أن الفيديو المتداول كان لحظة دخوله الفندق لإجراء البروفات على حفلته الأخيرة التي أقيمت أونلاين. حيث يعد الفنان محمد عبده من أكثر الفنانين عرضة للشائعات وبشكل شبه مستمر، فتمحورت شائعاته حول المرض والموت، ولكن سرعان ما يظهر النفي، وهي الميزة التي يتميز بها محبي الفنان محمد عبده سواء كان ذلك من خلال أبنائه أو المقربين منه. وأيضا أهم ما يميز الفنان محمد عبده عن غيره بأنه لم يرفع قضية ضد المتسبب في ترويج الشائعة، وهي ميزة يراها البعض أنها انعكست عليها سلبا، وأصبح مروج الشائعات يتعاطون